تفسيركم النهارده لنتيجه واداء النادي الاهلي كابتن محمود، ابتدي بحضرتك. لا يمكن ده من بدايه الموسم يا فاروق. يعني تفسير ان النادي الاهلي بقى له فتره دون المستوى، حتى وانت بتكسب الاداء مش مقنع، في حاجه غلط. يمكن احنا طالبنا كتير جدا ان انت تعمل روتيشن، لكن في اخطاء بتبقى موجوده. يمكن انا كولر هيندم على التفريط في البناط اللي بنشوفها النهارده. هم دول اول نقطتين يعني ما خسرش قبل كده. لا ما هو انت النادي الاهلي بيلعب دايما على المركز الاول يا فاروق. النهارده كنت هتركب الدوري، هو مركز اول ماشي اوكي، ما متساوي مع بيراميدز في عدد النقاط. لا يعني انت كنت هتفرق. يعني انت لو كسبت النهارده كنت تفرق. ولسه عنده مباريات مؤجله ثانيه. لكن في لا ماشي، ما انا مش هبص للماتشات المؤجله، انا بكسب عشان اكمل المسيره، ان انا ما بتعدلش او بتغلب او دايما عاوز اكسب. انت بتلعب فرقه محترمه زي الجونه، لكن في نفس الوقت الجونه كل هدفها ان هي تخرج ببونت، وده مكسب ليهم. لكن انت النهارده انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي حتى يعني مش عاوز اقول حاجه والناس تزعل والناس تقعد تهاجمنا، لا في لعيبه بتلطش في الملعب النهارده في الاداء، وده من فتره كبيره جدا. وده بيدق انه يعني جرس انذار، واحنا اتكلمنا للعيبه النادي الاهلي الفتره اللي انت قصدك من بدايه الموسم. من بدايه الموسم لحد دلوقتي، من اول ماتش اتحاد العاصمه، اول ماتش والكاس السوبر الافريقي ما لعبش اي ماتش. كولر ماتش حلو؟ لا ما اقنعكش، رغم ان انت عندك لعيبه كتير جدا وعندك لعيبه سوبر ولعيبه جات لك تبقى اضافه كبيره جدا زي امام عاشور، زي رضا سليم. انت كنت بتطالب يا كابتن بالروتيشن ده؟ ما هو الروتيشن غلط يعني شايفه. يعني انت حتى في المباراه دي يعني الروتيشن اللي بيعمله كولر قصدك مش غلط ان هو يعمله غلط؟ لا هو مش غلط، التشكيله قصدك غلط التشكيله. انا النهارده انت ممكن تلاقي لعيب بيبقى موجود والماتش اللي جاي مش موجود، يبقى النهارده بيلعب ممكن ما بيلعبش، بدا بفلان وراح مطلع، وفي حاجات كتير جدا. حتى اللعيبه اللي بتنزل مش عاجبها، اللعيبه اللي بتلعب مش عاجبها، اللعيبه اللي بتخرج بره التشكيل مش عاجبها، اللعيبه اللي بتغير، مفيش سيطره على النجوم اللي موجوده. ودي يمكن احنا قلناها، يمكن انا قلت ولو ما زلت. سيطره فنيه قصدك يعني كده؟ ايه سيطره فنيه قصدك؟ لا سيطره فنيه وسيطره جوه اوضه اللبس. ان انت انا قلت لك ان سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي يندم على اقالته. ان راجل كان مدير كوره قوي، مدير عارف هو بيتعامل مع مين، مع بالحجم النجوم اللي موجوده. لكن انت بتتكلم على مباراه النهارده يا فاروق، لا مباراه النهارده فيها كميه اخطاء، مش النهارده بس، في كل الماتشات. حتى سيراميكا رغم الفوز انت عندك اخطاء. النهارده بتبدا بتشكيل انا اول مره اشوفه في حياتي. هكلمك على التشكيله يا كابتن.